خليك انت قاعد كده توزع لايكات، تعمل شير عشان غيرك يكسب منك ملايين الملايين ويقبض على البوست الواحد 166 مليون جنيه. ولو مش مصدق خليك معايا في الفيديو ده وانت هتعرف اكتر ناس كسبت من انستجرام خلال 2023، وهتعرف كمان محمد صلاح بياخد كام على كل بوست بينزله على صفحته. موقع هوبر اتش كيو المتخصص في إدارة التسويق على مواقع التواصل الاجتماعي لسه مطلع تقرير جديد كشف فيه عن أكتر ناس بتكسب من السوشيال ميديا وتحديداً الانستجرام. فتفتكر مين صاحب المركز الأول؟ كريستيانو رونالدو. وده مش غريب طبعاً على نجم ريال مدريد سابقاً والنصر حالياً، لأن الراجل بقاله سنين واخد المركز الأول لحسابه، خصوصاً إن عدد متابعيه حوالي 600 مليون شخص تقريبا. وعلى حسب موقع هوبر كريستيانو بيكسب على كل اعلان بينزله 3.2 مليون دولار، يعني حوالي 166 مليون جنيه و400 الف عن كل بوست، لو قلنا ان الدولار في السوق الموازية ب 52 جنيه. ومن بعد كريستيانو بيجي ميسي نجم الارجنتين عشان يكسب في كل بوست 2 مليون و600 الف دولار تقريبا. في المركز الثالث نبعد عن الرياضة بقى ونروح للفن، وتحديدا سيلينا جوميز النجمة الأمريكية واللي ارتفع عدد متابعيها 100 مليون شخص بس في 2023، وده حصل بعد انتشار شائعات عن تعرضها للتنمر من نجمة تانية اسمها هيلي بيبر واتجوزت حبيب سيلينا السابق. وبسبب الحكايات دي ناس كتير في أمريكا اتعاطفوا معاها وحسوا إنها مظلومة عشان شهرتها تزيد أكتر، ودلوقتي بتكسب حوالي 2 مليون و500 ألف دولار عن كل بوست أو إعلان بتنزله على صفحتها. في المركز الرابع جت كايلي جينر وهي عارضة أزياء وسيدة أعمال أمريكية، وكانت في العادي بتكسب أكتر وبتيجي في مراكز متقدمة، بس السنة دي اتشغلت شوية مع ولادة ابنها التاني وحياتها الشخصية، بتكسب على كل بوست حوالي 2 مليون و400 ألف دولار. وأخيرا في المركز الخامس بيجي النجم دوين جينسون واللي نعرفه كلنا باسم ذا روك نجم المصارعة، وده يا سيدي مركزه ما تغيرش من السنة اللي فاتت، بيكسب على كل بوست 2 مليون و300 ألف دولار. طبعا بقى انت بتسأل محمد صلاح فين من القايمة دي؟ الحقيقة ان صلاح ما دخلش قايمة اكثر خمس اشخاص ربحا على موقع انستجرام حسب تصنيف الموقع، بس لو رجعت ورا شوية وتحديدا لسنة 2021 هتلاقي ان نفس الموقع كان عامل قائمة للرياضيين بس، ساعتها صلاح كان في المركز العاشر وبيكسب على كل اعلان بينزله على انستجرام 231 الف دولار، يعني حوالي 12 مليون جنيه على سعر دولار النهارده. وطبعا الرقم زاد دلوقتي وده يعتبر جزء بسيط من ثروه صلاح اللي عدت 90 مليون دولار حسب تقارير الصحف الاجنبيه. ولغايه شهر 10 اللي فات فوربس اختارت محمد صلاح كسابع اعلى لاعب اجرا في العالم، لانه بيقبض حوالي 35 مليون دولار من لعب كوره في الملعب، وهم 18 مليون دولار من عقود الرعاية والإعلان خارج الملعب. واللي ما تعرفوش بقى إن فخر العرب علشان يأمن مستقبله اختار يحط فلوسه في العقارات، وفتح شركتين في بريطانيا شغالين في مواد البناء وبيع وشراء العقارات، ده غير كمان أسطول من العربيات الفارهة، وكل عربية فيهم بمبلغ محترم زي عربية بنتلي ولامبورجيني وعربيتين مرسيدس، كمان العربية الخامسة هي أودي كيو 7 والأخيرة هي تويوتا كاميري. انت بقى ايه رأيك في المبالغ اللي بيكسبها المشاهير من إعلانات السوشيال ميديا؟ وتفتكر البلوجرز في مصر بياخدوا كام في كل إعلان؟ وهل بتفكر تعمل زيهم؟